هي اليوم عندنا واحد الاختتام ديال واحد المسابقة ديال الطبخ الصحراوي. هاد المسابقة اللي مجموعة من النساء تنافسوا على مجموعة من الأطباق، واليوم كان عرض جميع الأطباق اللي هي فازوا بها هذو النساء، منها الأطباق، منها خبزة الحفرة، العيش، مارو واللحم، البل، التبيخة، البلغمان، الحسة، مارو والحوت، مارو واللحم البل، وخبزة الحفرة، وأيضا زينابة اللي هي أصعب تقريبا أصعب إعداد ديال هاد الوصفة ديال زينابة، هي تقريبا هي اللي شوي واعرة في طيابها وواعرة في تعدالها، وأيضا أفوشاي اللي لحم البل، كبدة البل والذروة والكلوة، اللي هذا الشيء كامل طاب على الفحم وطاب على الحطب بأواني اللي هي طبيعية. واليوم حتى كيف ما لاحظتوا ان الحمد لله استطاعت مجموعه من النساء ديال الاقليم الصحراويات من الدشره اللي هم فازوا، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح. بالنسبه لنا احنا كاع الوجبات احنا مزالنا نعدلوهم. خبز الحفره يعني نمشوا مره للباديه ونطيبوا خبز الحفره. بالنسبه للتبيخه كان عدنا في ديارنا مره مره. الحسا الاحمر يوميا عندنا بكري نشربوه بكري نفطروا به سابق ما ناكلوا الخبز مع التمر. يعني احنا بما اننا احنا هذه الوجبات كنعدلوهم طبيعه الحال بناتنا وكل شيء هذا متدربين عليهم. وايضا بالنسبه للكسكسو الخماسي الغب احنا نعدلوه مره في ديارنا، دائما نعدلوه مره في الاسبوع ضروري نعدلوه، خصوصا ناكلوه في الليل. العيش ضروري مره في الاسبوع نعدلوه. يعني تقريبا جميع الوصفات احنا مازلنا محافظين عليه، ما عدا وحده انه الطياب بالحفره ما تلينا نعدلوه سماه الى مرقنا البديه، ومرقنا البادية هو اللي مزلنا نطيبه في الحفرة وذاك كامل.